بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. المرة اللي فاتت قلنا احنا هنبدأ في ايه؟ هنبدأ في الالجوريزم، صح؟ واتكلمنا وقلنا الفيديو اللي فات هنعمل ايه. المفروض دلوقتي اول فيديو في الالجوريزم، بدل انت دخلت للالجوريزم فلازم اول حاجة ونخش كده سخنين نعرف حاجة اسمها بيرفورمانس اناليسيس، اللي هو بتحلل الاداء بتاعك. بعيد بقى عن الالجوريزم وبعيد عن الموضوع ده كله، انا عاوز اقول لك انك انت عشان يبقى عندك، مش لازم الجوريزم معين، ايا كان اي حاجه في الدنيا، عشان البرفورمانس بتاعك يكون كويس لازم يتوفر فيه اكتر من حاجه. اكتر من حاجه زي ايه؟ دول 3 حاجات منهم: الموديولاريتي والسكيورتي والمنتبلتي، وفي حاجات تانية غيرهم كتير انت لازم توفرها عندك في الابلكيشن بتاعك، او في الحاجة اللي انت حاططها في الابلكيشن بتاعك، عشان الابلكيشن بتاعك يكون البرفورمانس بتاعه كويس. واحد يسألني سؤال يقول لي يعني البرفورمانس بتاع الحاجة بتاعتي مش قايمة بس على التايم؟ لانك انت لو حد مذاكر الالجوريزم او عنده فكره عن الالجوريزم هتلاقي ممكن واخد عنها فكره ان الالجوريزم بدل هو سريع يبقى خلاص كده ايه، كده الموضوع تمام، انا 10 على 10 ده افضل الالجوريزم ممكن ايه، ممكن استخدمه. يعني انا ممكن يكون عندي الالجوريزم والالجوريزم تاني والالجوريزم تالت، 3 الالجوريزم، ده اسرع واحد، وده اللي بعديه وده اللي بعديه، تمام؟ حلو قوي. اذا ده اسرع واحد وده التاني في السرعه وده التالت في السرعه، يقول لك خلاص هستخدم ده الابلكيشن بتاعي، هو ده اللي يقدر ايه، هو ده اللي هيظبط لي الدنيا ويخلي البرفورمانس عالي. انا استخدمت هنا او اهتميت هنا بحته التايم، اهتميت بحته ايه، بحته التايم، وسبت باقي السمات اللي في الابلكيشن. احنا كده اهتمينا بالطيب، سيبنا مثلا حاجه زي السكيورتي، حاجه زي مثلا السكيبيليتي، البروجكت بتاعي لو مش سكيبل على اكتر من سكيس برضو الحاجه هتكون مش افضل حاجه. لو سيبنا الموديولاريتي او المنتابيليتي او ايا كان ده كله، طبعا الابلكيشن بتاعي مش هيكون صح. فانا عاوزك اما تيجي تقول الابلكيشن بتاعي كويس، فانت اذا انت بتعمل او انت يعني بتعمل منتين لاكتر من حاجه في الابلكيشن بتاعك عشان يطلع بالشكل اللي البرفورمانس في الاخر يكون كويس. اذا معنى كده ان البرفورمانس ذات نفسه اللي هو البرفورمانس مش قايم بس على التايم وقت مثلا الحاجه، لا ده قايم على كذا حاجه. البرفورمانس اناليسيس انت عشان، خلينا بقى نتكلم بقى ايه في الالجوريزمات، نخش بقى احنا في موضوعنا اللي هو الالجوريزم. الالجوريزم بتاعنا عشان البرفورمانس بتاعه يكون كويس، اذا زي ما قلت لك انت بتوفر فيه اكتر من حاجه. بمعنى انا لو عندي الجوريزم، لو عندي ايه، لو عندي الجوريزم، الالجوريزم ده عندي كيس، ادي كيس، يعني عندي هنا ايه، حاله بشتغل عليها وحاله تانية بشتغل عليها وحاله تالتة بشتغل عليها، تمام؟ هنا الانبوت وليكن صغير شويه، وهنا الانبوت اكبر من اللي قبليه، هنا الانبوت هو اكبر حاجه. تخيل الالجوريزم ده انت جيت جربته على الكيس ديت، الكيس دي الانبوت بتاعتها صغيره، فايه مديك بيرفورمانس سريع جدا، مديك بيرفورمانس 10 على 10 مفيش زيه، تمام؟ وجيت هنا لقيت البيرفورمانس يعني الى حد ما نص نص، وهنا لقيت البرفورمانس، ايه ده البرفورمانس بدأ ايه بقى غلط خالص، غلط خالص. يعني ايه غلط خالص؟ يعني البرفورمانس بطيء جدا ومش مديني الكفاءة اللي انا عاوزها. اذا هل عشان الالجوريزم ده كويس مع الكيس دي نقول الالجوريزم ده كويس؟ لا طبعا. تمام، بقول لك دي ليه؟ عشان اجي لك على النقطة اللي بعديها واقول لك ان البرفورمانس ايكوال السكيبل. ركز معايا، البرفورمانس ايكوال ايه؟ ايكوال السكيبل.
تمام، ثواني بس هرجع الجزء اللي كان مكتوب هنا وارجع لكم مرة تانية. نرجع تاني ونقول ان انا اخر حاجة قلت لك ان انا لو عندي اكتر من الجوريزم او عندي الجوريزم واحد تمام شغال على كيس وكيس وكيس، تمام شغال على الكيس ديت كويس، على الكيس ديت نص نص، تمام على الكيس ديت يعني بيفول من صداع مني، فهل الالجوريزم ده يكون كويس؟ لا طبعا. ليه؟ الجزء ده نيجي نخش على بوينت تانية الا وهي البرفورمانس ايكوال السكيل. يعني ايه البرفورمانس ايكوال السكيل؟ يعني انا دلوقتي لازم لما اجي اعمل الجوريزم يقدر يتعامل معايا على اكتر من كيسز مهما اختلفت. احنا الالجوريزم اللي ذكرناه دلوقتي قلنا فيه ان احنا اشتغلنا على كيس كان فيها الانبوت صغير مثلا، ونفس الالجوريزم على انبوت تاني او على كيس تانية الانبوت فيها اكبر شوية، وانبوت او كيس تالتة الانبوت فيها كتيرة. مهمتك انك لما تجيب الالجوريزم وتتعامل مع التلاتة البرفورمانس يكون الى حد ما متقارب او الى حد ما شغال بالكفاءة او قريب من الكفاءة اللي انت عاوزها، مش يشتغل مع ده كويس وده ما يشتغلش معاه الا نص نص، يعني ممكن نقول نص نص اهو يعني حاجة بسيطة، لكن ده تكون ايه البرفورمانس بتاعي ضايع. ضايع يعني ايه؟ يعني مش مديك الكفاءة اللي انا عاوزها. فهل ده صح؟ لا. المفروض لما اجيب بقى الجوريزم من الناحية التانية اهو تمام يشتغل هنا زي ما هيشتغل هنا برضه، ممكن يكون قريب منه بس مش الفرق اللي هو يعني كبير، وبرضه هنا نفس الفكرة. يعني نقدر نقول هنا ترو وهنا ترو وهنا ترو. السكيل او السكيلابيلتي زي ما بتسمعها ايا كان، هو ان الكيس بتاعتك مهما اتغيرت او مهما زادت او نقصت الالجوريزم بتاعك يقدر يتعامل معاها، لكن الناحيه التانيه هو كده ما قدرش يتعامل، هو كده في كيسز معينه بيبقى شغال حلو لكن في كيسز التانيه مش شغال. فدي حاجه مهمه جدا طبعا لازم تحطها في بالك. اذا الثلاث حاجات دول اللي احنا شرحناهم، البرفورمانس اناليسيز اللي هو تحليل الاداء، لازم تحلل اداء الالجوريزم بتاعك عشان تشوف الالجوريزم بتاعك شغال ازاي ماشي ازاي، هل هيشتغل مع كل الكيسز بالبرفورمانس او بالكفاءه اللي انت عاوزها ولا لا. طبعا كنا بنتكلم في ديت ان الابلكيشن بتاعك مش بس تي ايه الناس بتبقى ايه حاطه نقطه التايم، لو الابلكيشن بتاعي سريع خلاص، طب ممكن يكون سريع ومفيش سكيورتي يبقى كده انت عملت ايه كده ولا اي حاجه، اي حد ممكن يقدر يعمل هاكينج على الابلكيشن بتاعك والدنيا تبوظ، فالتايم ما عملتش بيه حاجه برضه. فانت برضه عشان تخلي الابلكيشن بتاعك يطلع بيرفورمنس كويس لازم يتوفر عليه اكتر من حاجه. احنا عشان في الالجوريزم بتاعنا طبعا الناس بتهتم بحته التايم، لان الالجوريزم كل ما التايم بتاعه كان ايه كان يعني بيشتغل بسرعه كل ما كان افضل. الالجوريزم بيفوكس على حته ايه؟ على حته التايم. بمعنى لو انا عندي كذا الجوريزم، الالجوريزم بطبيعته طول ما الالجوريزم سريع طول ما هو افضل، بس قلنا نخلي بالنا ان احنا الالجوريزم بتاعنا يكون بيتعامل مع كل الكيسز بالكفاءه اللي انا عاوزها او ما يقارب من اللي انا عاوزها، لان لو الالجوريزم بيشتغل مع كيس غير الثانيه غير الثالثه اذا الالجوريزم ده مش مناسب للابلكيشن بتاعي. وزي ما قلت لك خد بالك من حته البرفورمانس بتساوي السكيل، لو دي اتحققت اذا كده الالجوريزم بتاعك اتحقق اللي هو عاوزه، ان لازم الالجوريزم يتعامل مع اكتر من كيسز بنفس الكفاءه او ما يقارب من الكفاءه بتاعتك. جميل؟ في اي مشكله؟ مفيش اي مشكله لغايه دلوقتي، جميل جدا. طب ما تيجي كده تعالى كده اما اديك اكزامبل تاني يفهمك الدنيا افضل. احنا عندنا تو الجوريزم هنقابلهم ان شاء الله في المستقبل واحنا بنشرح ان شاء الله، انا عاوزك بس تعرف اساميهم، حاجه اسمها اللينير سيرش والباينري سيرش. تمام؟ اللينير سيرش والباينري سيرش. تخيل اللينير سيرش ده حطيته على جهاز سريع
الجهاز ده سريع تمام، سبيد اب تمام، خلينا نكتبها افضل اهو، حطيناها على جهاز ايه سريع، وده حطيناه على جهاز اللي هو الباينري سيرش، حطيناه على جهاز لو او سلو بطيء تمام. ركز معايا، اذا عندنا اثنين الجوريزم، واحد لينير سيرش والتاني باينري ايه سيرش، ده حطيته على جهاز سريع وده حطيته على جهاز بطيء، جم يعملوا التو الجوريزم دول تيست على كيس معينه اللي هو وليكن انا بسيرش عن اليمنت في اري، عندي اري فيها اليمنت كام اليمنت كده، بسيرش عن الاليمنت ده في الاري، لما جم يتستم لقى ان الكونستانت او السكند بتاع الطيب السكند اللي استغرقه اول كمبيوتر اللي هو في السبيد 2 من 10، ولقى ان تاني اوبريتنج سيستم معايا برضو كان بيسيرش في نفس الاري اللي عمل فيها سيرش اللي في الاول، هم دول التو الجوريزم، واحد موجود على السبيد وواحد موجود على السلو، وبيسيرشوا عن ايه؟ بيسيرشوا عن المنت في الاري الاثنين نفس الاري، لما خلصهم الكمبيوتر ايه؟ قال لنا ان ده خد 2 من 10 وده خد 1000، معنى كده ان ده اللي هو اللينير سيرش اللي موجود على السبيد اللي هو الاوبريتنج سيستم او الكمبيوتر السبيد اقوى 5000 مره من البينري سيرش، لانك انت 2 من 10 ل 1000 يبقى ده اقوى 5000 مره من ده، اقوى ايه 5000 مره من ده، حلو، اذا هنا ده اقوى من ده 5000 مره تمام. اذا الكونستانت اللي احنا وصلنا له، طبعا دي مجرد افتراضات مش لازم تكون ارقام حقيقيه، افتراضات بس عشان اوضح لك الموضوع، ده خد 2 من 10 وده خد 1000، حلو، ركز بقى معايا، شوف بقى التغير اللي حصل ده مع الوقت، طبعا الاري مش بتفضل ايه، مش بيفضل فيها اليمنت ثابته، لا اكيد في اليمنت ايه بتنضاف في الاري تمام، مع الوقت الداتا اللي موجوده في الاري ايه بدات تزيد تمام، بدات ايه تزيد، بقى في وليكن مليون عنصر، ركز معايا الثابت بتاعنا مازال 2 لان ده ثابت كونستانت، مازال 2 من 10 وده برضو الثابت 1000، ركز معايا بقى اللي يجي يفرق هنا بقى ايه، اللي يجي يفرق هنا اللينير سيرش والباينري سيرش، يفرقوا ازاي؟ اللينير سيرش ديت بتاخد وقت اسمه ان، هنعرف البيج اونوتيشن والكلام ده كله، وعلى فكره شرحناها في اول البلاي ليست ديت في الاول خالص، شرحناها يعني وشفناها، ولكن هنتكلم عليها بعد كده، يعني البيج اونوتيشن احنا اتكلمنا عليها في اول بلاي ليست، لكن هنكمل يعني ايه، في فيديوهات جايه ان شاء الله هنرجع على البيج اونوتيشن، بس خلي بالك او خليك معايا ان اللينير سيرش بيستغرق وقت ان، لكن الباينري سيرش بيستغرق وقت اسمه لوجن تمام. اذا هنا وقت الالجوريزم ده ان، وقت الالجوريزم ده لوجن، انه الاقل في الوقت طبعا اللوجن اصغر من ان، يعني اللوجن ده اسرع اهو، واحد مش مصدق هقول لك هروح اجيب الكالكوليتر تمام، الكالكوليتر اهو، وهقول لك لوج او هقول مثلا ايه ان دي تخليها 5 وليكن 5 ماشي، هنعمل لوج، انا اسف هنعمل 5 لوج، 5 لوج يعني 6 من 10، يبقى هنا لوج ال 5 6 من 10 وده ان اللي هي 5، ال 5 ولا 6 من 10؟ طبعا ال 6 من 10 اقل، اذا ده ترو، الكونستنت ده ما بتهتمش بيه لان دي حاجه ثابته ما بتديلوش اهتمام، الاهتمام في ايه؟ الاهتمام في اللي بيتغير، اللي بيتغير ايه؟ الا وهو وقت اللينير سيرش، شوف هنا الوقت مختلف عن الوقت ده. اذا انت بتعتمد على وقت الالجوريزم بتاعك. ف وانت شغال في الاري والاري فضلت تكبر تكبر تكبر، اللي هيفرق ايه؟ اللي هيفرق الحاجه اللي بتتغير، لان دي قيمه ثابته، دي مش محتاجها ولا دي محتاجها. ليه؟
لان الانبوت اللي هتشتغل عليه سواء ده او ده اللي هيأثر عليه هو الالجوريزم ذات نفسه اللي هو اللينير سيرش وبينري سيرش. ده بيستغرق كام؟ ده بيستغرق ان، لكن ده بيستغرق كام؟ بيستغرق لوج ان. يعني انهو اللي بيستغرق وقت اقل؟ الا وهو اللوج ان. اذا ده التمام. فدي حاجه برضو حبيت اقولها لك عشان الموضوع ما يكونش ايه، ما يكونش مش واضح، مع ان على فكره دي ده احنا مشغلينه على ايه، اوبريتنج سيستم سريع وده سلو. مع ايه، مع الداتا في الاري انها تحصل لها نمو، وانك انت تقعد تضيف الاري داتا مع الوقت والداتا تكون كبيره، هتلاقي ان الباينري سيرش بيشتغل افضل من اللينير سيرش، بسبب ان الباينري سيرش بيستغرق وقت لوجن بس، لكن ده بيستغرق ايه؟ بيستغرق ان. فلو بيستغرق 5 ده هيستغرق 6 من 10 من الوقت، لو ده بيستغرق 5 ثواني ده هيستغرق 6 من 10 ثانيه، يعني ما يكملش 1 ثانيه. فهمت الفكره دي يا جماعه؟ حاجه برضو تخليها معاك وحاجه مهمه جدا. جميل. اذا لغايه دلوقتي هنرجع بس كده، هشيل بس الايه الحاجات ديت. احنا قلنا ان ده بياخد ايه ان، وده بياخد لوجن، وشفنا ان اللوجن اقل طبعا من الايه، من الان، صح ولا غلط؟ صح. تمام. ده هو بيسموه معدل النمو، وده برضو معدل النمو، لكن ديت كونستانت. هل ينفع انت في حياتك او تنفع تعتمد على حاجه كونستانت؟ لا طبعا. الكونستانت دي حاجه ثابته، ده ثابت مش هيفيدني، ما اقدرش اعتمد عليه. بعتمد على ايه؟ على معدل النمو اللي هو اللوجن او الان او ايا كان اللي بيستغرقه. تمام. دي اللي احنا عملناه ده كله، دي حاجه اسمها اسيمبوتيك اناليسيس، انك انت بتحلل الدنيا بتاعتك ماشيه ازاي. طبعا هي دي مش افضل، يعني مش طريقه بريفكت انك انت تحلل بيها، لكن دي افضل طريقه لغايه دلوقتي تقدر تحلل بيها بالموضوع ده. اللي انت بتعمله ده دي افضل حاجه تقدر تعمل بيها لغايه دلوقتي، بس في كيسز ممكن ما تعرفش تعمل بيها ايه اسيمبوتيك اناليسيس. ليه؟ لانك انت لو جيت مثلا في كيس عندك 2 الجوريزم، واحد بياخد مثلا لوجن، او خليها مثلا ان لوجن، والتاني ايه برضو بياخد ان لوجن، مش ده معدل النمو اللي اتكلمنا عليه؟ ايوه ده معدل النمو. فالاتنين دول متشابهين، طب يعني ايه هتحكم عليهم ازاي انه الافضل؟ مش هتقدر. ففي الكيسز ديت احنا بنعمل اجنور لايه الكونستانت هنا، وليكن ده 20 مثلا ودي 500. احنا قلنا هنا ان احنا بنعمل اجنور للكونستانت، صح ولا غلط؟ ففي الكيسز ديت انت اصلا عملت اجنور للكونستانت وجيت على معدل النمو لقيته شبه بعضه، فبالطريقه ديت ما تعرفش تحكم على ده. تمام، ما تعرفش تحكم ايه على ده، لكن الطريقه ديت هي افضل طريقه لغايه دلوقتي تقدر تحلل بيها الدنيا بتاعتك. وهنشوف لسه اكزامبلز واكواد بقى حقيقيه ونعمل عليها الموضوع ده، ونشوف دي بيستغرق قد ايه وده بيستغرق قد ايه، ده لسه جاي ان شاء الله ما تقلقوش. انا بس كنت عاوز اوضح لك الدنيا اكتر. تمام. على فكره ممكن الابلكيشن بتاعك برضه تمام يكون فيه عندك الجوريزم، او الابلكيشن بتاعك بطبيعته، يعني الابلكيشن بتاعك احنا في الطريقه ديت اتكلمنا وقلنا ان احنا يعني بنذكر او بنتكلم عن المدخلات او الداتا اللي عندك بشكل اكبر. يعني لو لقيتني بتكلم في الفيديو ده، او انت وصلت معايا لغايه دلوقتي، هتلاقيني في الفيديو ده بتكلم عن قد ايه المدخلات هي الحاجه المهمه اللي هيتعمل عليها ايه، اللي هيحصل لها اوبريشن. دي مهمه جدا، المدخلات ذات نفسها، صح؟ فانت ممكن الابلكيشن بتاعك اصلا ما يكونش جاي له مدخلات كتيره، هو بطبيعته مش هيجي له داتا كتيره، داتا بسيطه جدا. فانت ممكن في الاخر تختار الجوريزم هو بسيط، هو بطيء نسبيا، يعني بطيء مش يعني مش بطيء قوي، بطيء نسبيا، بس في حالتك في الابلكيشن بتاعك شغال حلو وزي ما انت عاوز. فانت اختيارك للحاجه مش بس بيعتمد على سرعته، في بعض الكيسز ممكن تختار الجوريزمات بطيئه نسبيا، بس في الوضع اللي انت فيه في الابلكيشن بتاعك شغاله وبتعمل اللي انت عاوزه. تمام. دي كانت نبذه بسيطه.
طبعا لازم يكون معاك كشكول، والكلام اللي انا بقوله ده يا جماعه لازم يعني تسجله وتكتبه لانه مهم جدا وهتراجع عليه، والحاجات دي يا جماعه مهمه جدا جدا. اتمنى يا جماعه يكون الفيديو واضح، لو في اي حاجه مش واضحه او مش مفهومه تواصل معايا، هسيب لك لينك الفيسبوك ولينك ان تحت في الديسكريبشن، وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.